وصفة النهاردة هي وصفة لمة العيلة أو لمة الصحاب. هنعمل مع بعض النهاردة محشي ورق العنب مع الماء والزيتون بطريقة سهلة جدا، وهقول لكم كل الأسرار والتفاصيل علشان تعملوها بطعم يجنن، هتبهر كل اللي هيدقها أنا متأكدة. بس قبل ما نبدأ وصفة النهاردة، لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي رشا، وياريت تشتركوا في قناتي على اليوتيوب ولايك وشير علشان الكل يستفيد. ويلا بينا بسرعة نشوف إيه هي المكونات وطريقة التحضير علشان تعملوا أحلى وأجمل محشي ورق عنب بالماء والزيتون. وأول حاجة هنحتاج نحضرها هي الماء والزيتون أو اللامشن. أنا استخدمت 4 وحدات من الماء والزيتون، وطبعا زي ما أنتوا عارفين إن اللحمة ما بتتغسلش، أنا بس نشفتها من أي سوائل موجودة فيها وعملت فيها فتحات بسيطة بالسكينة من كل الجوانب علشان أتأكد إن التتبيلة اللي أنا هحطها عليها تشرب وتتوغل جوه اللحمة. أما بالنسبة للتوابل فهحتاج معلقة كبيرة من الحبهان، ومعلقة كبيرة من الـ7 بهارات، وكمان معلقة كبيرة من الفلفل الأسود. هدمجهم مع بعض كويس جدا جدا، وهبدأ أرشهم على الماء والزيتون بحيث أتأكد إن هي قبل ما أضيف أي حاجة تانية شربت من التوابل اللي أنا ضفتها دي. ودي كده أول خطوة هنعملها في الماء والزيتون. أما بالنسبة لطريقة التسوية، ودي مهمة جدا، أنا استخدمت السلو كوكر، بس تقدروا تستخدموا أي حلة بس تكون واسعة. وبعدين هضيف بقية البهارات اللي أنا دمجتها مع بعض، الحبهان والفلفل الأسود والـ7 بهارات. وبعدين هضيف البوكي جرني اللي هو كرفس وجزر وتوم صحيح. كل الحاجات دي هتدي طعم مميز جدا للماء والزيتون بتاعتنا. وفي الحقيقة كان مفروض أضيف طماطمية بس ما كانش عندي، فضفت معلقة من صوص الطماطم. لو عندكم طماطم ضيفوا طماطمية واحدة بس. وكمان ضفت بصلتين أبيض، البصل يكون أبيض، افرموه كويس جدا 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 وضيفوه على بقية المكونات. وطبعا مش هننسى التوابل الصحيحة، هنحتاج ورق رورة وقرفة وقرنفل وحبهان. طبعا هكتب لكم كل المقادير بالظبط تحت في صندوق الوصف. كل الحاجات اللي انا ضفتها دي مش عايزه اقول لكم هتدي طعم يجنن انا متاكده. المهم ان انتوا تقلبوا كل المكونات دي كويس جدا جدا مع بعض. وبعدين هضيف 2 كوباية من الميه السخنه، لازم الميه تكون سخنه وما تضيفوش اكتر من كده علشان الموز لما بتستوي لسه هتنزل كل العصاره اللي جواها، فعشان كده مش محتاجه ميه اكتر من 2 كوباية ميه. وبعدين هنخليها على نار عالية، أول ما تبدأ تغلي وتبقى بالمنظر ده هنهدي النار خالص، علشان أنا هخليها على السلو كوكر لمدة 6 ساعات. أيوة ما تستغربوش، علشان الموز من الحاجات اللي بتحب تستوي على نار هادية علشان تستمتعوا بطعمها المميز جدا. وفي الوقت ده هنبدأ نحضر محشي ورق العنب. هقول لكم إزاي. اول حاجه بالنسبه لورق العنب، انا في الحقيقه ما عنديش ورق عنب فريش، فاستخدمت ليندو، وده احسن نوع انا بستخدمه. بعد ما غسلته كويس جدا ضفت عليه 2 كوباية كبار من الميه السخنه وسبته حوالي ربع ساعه علشان اتاكد ان الورق بتاعي ما فيهوش اي مواد حافظه. وبعدين غسلته في ميه عاديه وتاكدت ان انا غسلته كويس جدا جدا جدا، وبعدين صفيته من الميه وبقى بالمنظر ده. وهنشيل الجزء اللي في النص اللي انتوا شايفينه، وبعدين لو الورقة كبيرة ممكن نقسمها لـ2 او ممكن نقسمها لـ3، بس انا كنت بالنسبة لي 2 كان مناسب جدا عشان الحجم بتاعه يبقى وسط، ولا هو الصباع نفسه تخين ولا صباعي يبقى رفيع. اما بالنسبة للخلطة نفسها فانا هحتاج 3 بصلات حجم وسط ابيض و3 بصلات احمر، المحشي عايز بصل كتير معروفة يعني. بشرتهم ناعم جدا، هستخدم دلوقتي في حلة على نار فيها 2 كبار من الزبدة وكمان 2 كبار من الزيت. لازم نستخدم زيت وزبدة، الزبدة علشان تدي الطعم والزيت عشان يخلي الرز بتاع المحشي مفلفل. وهستخدم البصل اللي انا فرمته، بس خلي بالكو مش هستخدمه كله، هخلي ربع بس كده على جنب علشان هستخدمه كمان شوية هقولكوا ليه. اما بالنسبة لطريقة تسوية البصل ففي الحقيقة انا بخلي البصل بس يغير لونه من اللون الابيض ده للون الشفاف، انا مش بسوي البصل لا، انا بس عايزة اغير لونه. وفي الوقت ده كنت محضرة 2 كوباية من عصير الطماطم وقلبتهم كويس جدا جدا مع بعض، وحطيت 1 مكعب مرق الدجاج، وكمان هضيف البهارات المميزة للمحشي اللي هي عبارة عن 2 معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، الحبهان، الجنزبيل، 7 بهارات، فلفل اسود، وكمان 0.5 معلقة صغيرة من القرفة.
كل البهارات دي انا هستخدم نصها بس، نصها هحطه جوه الصوص والنص التاني هستخدمه كمان شوية. هتشوفوا معايا دلوقتي هنعمل ازاي. بعد ما قلبت خلاص كل البهارات دي مع الخلطة مع البصل مع الصوص، هنهدي النار خالص لمدة ربع ساعة، وبكده يبقى الصوص عندنا يبقى جاهز. اما بالنسبة للرز لازم تستخدموا رز متوسط الحبة او الرز المصري. ضفت عليه الربع البصل اللي هو مش مستوي، وكمان صوص الطماطم بعد ما خلاص استوى لمدة ربع ساعة، وهو على الحقيقة كان دافي مش لازم يبرد تماما. وبالنسبة للخضرة اللي استخدمتها كزبرة شبت بقدونس نعناع فريش، استخدموا الخضرة المتوفرة عندكم. بس المحشي بيحب جدا البصل الكتير والخضرة الكتير، وكمان الخضرة اوعوا تقطعوها في الكبة او في الفود بروسيسور، لا قطعوها بالسكينة حتة صغيرة. وهضيف كمان معلقة صغيرة من النعناع المجفف ورشة من جوز الطيب وكمان رشة من الشطة المجروشة، دي اختياري، وربع كوباية من زيت الزيتون، مهم جدا علشان يخلي الرز بتاعنا مفلفل وما يعجنش ويمسك في بعضه. وبس كده خلاص، كل الحاجات دي مميزة جدا في خلطة المحشي بتاعتنا، وصدقوني هتدي طعم تحفة للمحشي بتاعكم. وطبعا استخدمت حلة تكون كبيرة، انا حطيت في الحلة من تحت خالص بطاطس وبصل، وممكن كمان تحطوا رشة من النعناع او رشة من الخضرة اللي عندكم، فعلا هيبقى حلو جدا. بالنسبة للورق العنب هنبدأ نضيف الرز في الجزء الخشن، الناحية الخشنة، علشان لما نيجي نلفه الناحية الناعمة هي اللي تكون برة، وما تحطوش كمية رز كتيرة في الصباع نفسه، علشان لما يستوي الرز ده بيستوي فهيخرج ممكن برة الصباع ويبقى منظره مش ظريف خالص. أهم حاجة تلفوه كويس جدا وتتأكدوا ان هو تلف كويس جدا جدا، يعني بحيث ان انتوا لما تحطوا الرز في النص بعد كده بتحطوا طرف الورق العنب والطرف التاني وتبدأوا تضموه على بعض زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، بس بتضغطوا بسيط جدا بحيث ان الصباع نفسه ما يفكش وقت التسوية، وهي دي احسن لفة لورق العنب. حاجة تانية مهمة، لما تيجي تحطوا الورق العنب في الحلة ما تسيبوش مسافات، لا حطوه جنب بعض على قد ما تقدروا، علشان ده برضو هيساعد ان الورق بتاعنا ورق العنب يعني ما يفكش وقت التسوية. كل الحاجات البسيطة دي هتفرق معاكم جدا صدقوني. وحاجة تانية هقولكم عليها، بلاش تحط ليمون في قعر الحلة، لان الليمون لو كان الليمون ممرر ممكن يمرر لكم كل حاجة، فبلاش تجازفه وتحط ليمون. لكن الحاجة اللي بنصحكم بيها هو الفلفل، الفلفل بيدي طعم تحفة مع الورق العنب. لو عندكم اي نوع فلفل، بس بلاش الفلفل الرومي الكبير، لا هو الفلفل الصغنن بيدي طعم تحفة مع الورق العنب. وبس كده، دلوقتي بقى هنحضر الصوص اللي هنحطه للموز بعد ما استوت بنسبة 90%، عبارة عن معلقتين كبار من زيت الزيتون ومعلقة كبيرة من صلصة الطماطم ورشة فلفل اسود ونص معلقة صغيرة من الثوم البودرة ونص معلقة صغيرة من البصل البودرة وكمان بابريكا. اما بالنسبة للمكون التحفة اللي هيفرق جدا في طعم الموز هو دبس الرمان، هناخد منه معلقة صغيرة، معلقة واحدة بصغيرة، انتوا مش هتحسوا بطعم اي تسكيرة او اي حاجة، بس المعلقة الصغيرة هيساعد ان الموز بتاعتنا تتحمر كويس جدا وتدي لون تحفة، جربوها وصدقوني مش هتندموا. وده شكل الموز بعد ما استوت خلاص بنسبة 90%. احنا بناخد الموز نفسها وبنحطها في صينية عشان هندخلها الفرن، والصوص ده هقول لكم هنعمل فيه ايه كمان شوية علشان طبعا هنستفيد منه. ده شكل الموز بعد ما خلاص استوت، وهنحط عليها الصوص ونتأكد الصوص اللي احنا عملناه غلفناه بالموز كويس جدا جدا. هنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 170، بتاخد حوالي من 20 ل 30 دقيقة. الفرن ما يكونش سخن قوي ومش لازم يكون سابق التسخين، انا الفكرة كلها ان هي هتكمل سواها في الفرن بالصوص اللي احنا جهزناه ده، وهتستمتعوا باحلى طعم للموز. اما بالنسبة للصوص الفظيع اللي قعد 6 ساعات يستوي، هنصفيه من اي شوايب موجودة، من الحبهان من كل حاجة، وشايفين الشوربة بقى الفظيعة دي، هنضيف عليها ليمون وهنضيف عليها مكعب مرق الدجاج وكمان شوية صغيرين من الملح. هو ده الصوص اللي هنسوي فيه ورق العنب. انا عشان كده قلتلكوا بلاش تضيفوا مية كتير في الاول، علشان عايزاه يبقى مركز ونحس بطعم الموز جوه محشي ورق العنب. الكمية دي اخدت حوالي كوبايتين كبار من الصوص بتاع الموز اللي احنا اوريدي استخلصناه منه. طيب طريقة تسوية ورق العنب ازاي؟ النار تكون عالية وما تخلوش الشوربة توصل للاخر
علشان المحشي بتاعكم يستوي كويس وما يبقاش معجن من جوه. مجرد ما يجلي، اول ما خلاص يجلي بنهدي النار خالص زي ما انتوا شايفين لحد ما يوصل للمنظر الرهيب ده. مهما وصف لكم الطعم، الريحة طبعا، الريحة ابتدت تظهر اصلا من اول ما ابتديت احط الموز على النار يعني. وهتستمتعوا باحلى والذ طعم لمحشي ورق العنب وللموز الضاني، هتشرفكم قدام اي حد هيدوقها منه، انا متأكدة. وبس كده خلاص خلصت وصفة النهاردة. اتمنى وصفة الموز الضاني والمحشي ورق العنب بطريقتي يكون عجبتكم وتكونوا عرفتوا كل اسراره وتفاصيله علشان تعملوها بمنتهى السهولة في البيت. وياريت لو عجبتكم وصفة النهاردة تدوسوا لايك، ولو اول مرة تشوفوني انزلوا بسرعة تحت اشتركوا علشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم قريب جدا على خير ان شاء الله. باي باي.